طيب، زي ما اتفقنا النهاردة هناخد completing the square. اوكي، completing the square. أنا هبتدي from scratch زي ما عملنا الحصة اللي فاتت، علشان بس تعرفوا يعني إيه كلمة completing the square وجت منين completing the square. طبعا لو احنا فاكرين البراكت ده اللي هو x plus 3 power 2، ده كان اللي كنا سميناه السنة اللي فاتت التوينز. طبعا انتوا فاكرين بقى ده بيتفك ازاي؟ بيتفك تلاتة كده صح؟ to find the first بنعمل ده power 2، وبعدين to find the last بنعمل ده square the power 2. last first بالظبط كده، first time second times 2. برافو عليك. وبعد كده بنعمل first time second times 2 علشان اجيب الميدل تيرم. البراكت ده علشان هو power 2 بالشكل ده فده اسمه squared. ده squared item. completing the square يعني هات الكونستنت ده حطه هنا. فطبعا لما اخد ال 9 اوديها الناحيه الثانيه هتبقى x plus 3 power 2 minus 9 equals to x power 2 plus 6x. So basically what I've done is that I rearranged المساله. اخدت ال plus 9 ده وديته هنا فكملت السكوير بتاعي. ده بس عشان تعرفوا كلمه completing the square جايه منين. Usually بقى فده this binomial is equal to this expression over here. دايما بقى هو بيعمل فيا ايه في الامتحانات؟ هو بيديني دي كده اوكي ويقول لي change it into this form over here. يعني this will be given، هنمسح بقى الباقي ده كله كده ويقول لي ايه complete the square او write it in the form of مش عارفه ايه، حسب ما المساله بيبقى شكلها عامل ازاي. So basically this will be given and I will be required to change it back into bracket power 2 minus رقم. هو ده المين objective بتاعي. ده بس عشان نبقى فاهمين يعني ايه كلمة completing square. تاني حاجة محتاجين نعرف هو ايه لازمته completing the square ده. يعني الدرس بتاع النهاردة ده completing the square ده لازمته ايه في الحياة؟ ممكن يجيب coordinates بتاعت الكل. Of the of the vertex of the U shape. يعني خدوا بالكم يا جماعة completing the square بنستعملها في الكوادراتكس بس، وكلمة كوادراتكس عموما في الماث يعني maximum power is 2. maximum power is 2 اوكي. اللي بنسميها كمان equations from the second degree، expressions from the second degree. فكوادراتكس يعني maximum power is 2، يعني completing the square ما بنفعش استعملها في مثلا expression أو equation power 3، لازم يبقى أعلى power 2. فخلينا نشوف دلوقتي ده لازمته إيه في الحياة. زي ما دانيال قال ده بيجيب لي ال vertex of a U shape، بيجيب لي ال vertex of a U shape. خلينا نفتكر the origin، the original U shape equation اللي هي y equals x power 2 y equals negative x power 2. طبعا لو فاكرين من السنه اللي فاتت لو ده هنا الكوفيشنت از بوزيتيف 1 that means that this is a curve open up والبوينت دي اسمها minimum، اسمها stationary، ليها اسامي كتيره قوي. minimum point، stationary point، vertex، turning point، كلهم نفس الاسامي. ولو هنا عندي نيجاتيف 1 فده يشكل النازل اللي تحت، فساعتها دي حاجة اسمها maximum برضو stationary point، turning point، vertex. So if it's positive x power 2 it's a U shape open up، if it's negative x power 2 it's a U shape open down. تمام. ال U shape ال دي ال equation شخصيا لما اجي ارسمها على coordinate plane بيبقى ال vertex بتاعي، معلش بس حضرتك ال coordinates بتاع ال vertex بالظبط. بس الصوت حضرتك بيقطع عندي، أنا قاعدة من الراوتر فهي الإنترنت ونصبها. أوكي. الـ U shape دي شخصياً الـ vertex بتاعها عند الـ origin اللي هي الـ equation دي بالذات. نفس الكلام if it's negative x power 2 فالـ الـ vertex بيبقى عند الـ origin. السؤال بقى هل كل اليو شيبس اللي في الدنيا الفيرتكس بتاعها عند الاوريجن ولا ممكن يتحرك؟ لا ممكن يتحرك. نفس الكلام هنا، ممكن ناخد بقى صفحة جديدة
ممكن اليو شيب يبقى هنا كده، ممكن اليو شيب يبقى هنا، ممكن يبقى في اي حته. اوكي، لما بيتحرك يعني لما احنا قلنا بقى عشان بقى نبقى فاهمين كويس، الاوريجينال يو شيب اللي هو الايكويشن بتاعته اكس باور 2، الايكويشن بقى الكوادراتيك اللي هي اكس باور 2 دي بلس بي اكس بلس سي، ايه الفرق بقى ما بين دي وما بين دي؟ دي كده معناها ان اليو شيب بتاعي اتحرك، اتحرك بقى، بقى هنا بقى هنا بقى هنا بقى في اي حته. So this, the vertex is at the origin. دي بقى الquadratic expression معناها ان ال vertex اتحرك بقى في اي حته تانية. Completing the square بقى بيجيب لي ال vertex الجديد، بيجيب لي ال vertex الجديد. تمام؟ ده عشان نبقى عارفين ايه لازمته في الحياة. هناخد ال two major examples بتوعنا بتوع completing the square. لو هو اداني حاجة زي كده، قال لي y equals x power 2 plus مثلا 5x plus 6. بس هو ده زي خلفت بالظبط، نسخة نسخة من، عشان كده بقولك انت محتاج تفتكره من السنة اللي فاتت. هو بس طبعا السنة دي استعمالاته كتيرة، وعندنا درس في pure 2 احنا اخدنا يعني السنة دي احنا عندنا equation of line على فكرة، هي هي برضو ما فيش اي اختلاف من السنه اللي فاتت. السنه دي بقى عندنا y mx plus c، ايوه اللي هي y minus y1 equals mx minus x1 دي، هي هي موجوده. السنه دي بقى عندنا الجديد equation of circle، عندنا equation of circle دي موجوده في pure 2، بنستعمل completing the square في equation of circle. فلكن هتقول لي هل شرحه بيختلف عن الاو ليفل؟ لا، شرحه ما بيختلفش عن الاو ليفل خالص، هي استعمالاته اللي كتيرة عندنا. فهنفتكر الـ two major cases، علشان كده قلت لكم انتوا بس هتبقوا محتاجين ايه تفتكروه، لان احنا السنة اللي فاتت شرحناه كتير وحلينا عليه كتير. case one اللي هي a equals to one، وطبعا انتوا يا جماعة عارفين الـ ABC، الـ a equals to one هي الـ easy case. طبعا هو مش هيقول لي complete the square، هو هيقول لي write this in the form of x plus a power 2 مثلا plus b such that a and b are integers او constants او ايا كان constants، بلاش integers لانه integers معناها whole numbers positive او negative، خليها constants على اساس ان هو ممكن يطلع لي fractions. تعالوا نفتكر الكيس الاولانية. What was the only step of completing the square؟ The only step of completing the square كانت bracket power 2 minus bracket power 2، كانت هي دي completing the square. وقلنا أنا دي الستيب الأساسية، وقلنا أنا بعمل الستيب دي على طول لما لقيت كومبو 1. تعالوا نفتكر كده جوه كنا بنكتب إيه. أنا هنا عندي الـ A ب 1، فمن حقي أفتح البراكتس دول على طول. الـ B is equal to 5 والـ C is equal to 16. لو فاكرين يا جماعة الرول كان عبارة عن بنعمل divide ال b و c، أيوة لا مش ال b و c، half half بنعمل x plus or minus b على 2 وهنا b على 2 وال c be ignored on the side. دي الرول لو عايزين الرول بالletters. اوكي اهو، لو ال a equals to 1 عملها كنا مش كنا بنحط اخر جزء ده بنعمله لوحده. ما بقول لك be ignored to be ignored. ما هو ده اللي انا بقولك، ال a equals to 1 يبقى this is the easy case، ما عندنا bracket power 2 minus bracket power 2. اوكي طيب، هنا دايما بنحط ده letter x، الرقم اللي بيتحط هنا كان هو هو ذاته اللي بيتحط هنا اللي هو value على اللي هو the value of the b divide by 2، b على 2 هنا وb على 2 هنا. طبعا لو ال b positive هتبقى plus، لو ال b negative هتبقى minus. وبالنسبة للسي لو فاكرين قلنا السي to be ignored on the side، تترمي كده في الآخر يعني مش تبع البراكت 2. فتعالوا نجرب هنا على دي، هنعمل bracket power 2 minus bracket power 2 وادي السي اهي مرمية على جنب لوحدها. هنا بنحط الاكس x وبعد كده plus 5 over 2، برافو عليك، 5 على 2 هنا و5 على 2 هنا. هنا لو فاكرين البراكت كان بيفضل زي ما هو،
بالظبط كده. وبعدين كنا بنحط من هنا لهنا كده على الكالكوليتر، من هنا لهنا على الكالكوليتر، همسك واحطها على الكالكوليتر، negative 2.5 squared plus 6 on the calculator هتطلع لي negative quarter. فدي كده الفورما بتاعت completing the square. زي ما اتفقنا الفورما دي انا بقدر اطلع منها النيو فيرتكس، الفيرتكس الجديد. طبعا since the x power 2 is positive means that this u shape is open up. اوكي طيب من هنا بقى بجيب الفيرتكس. لو فاكرين السنه اللي فاتت كنا بنقول الاكس غلسه والواي محترم، فاكرين الحكايه دي؟ السنه دي عايزين بس نعمل تغيير بسيط على حته الاكس غلسه دي. عايزه، مش عايزه اسميها بقى على الاكس غلسه، عايزه اسميها ذا زيرو فاكتور. واحنا اخذنا كلمه ذا زيرو فاكتور في درس الفاكتور ثيرم. يعني ايه ذا زيرو فاكتور؟ يعني وات ميكس ذس زيرو، ايه الرقم اللي يخلي ده زيرو؟ فايه الرقم اللي يخلي ده زيرو؟ نيجاتيف 5 على 2. تمام. وبعد كده الواي محترمه هنسيبها زي ما هي، فالواي محترمه اللي هي هتطلع عندي هنا نيجاتيف 1 على 4. هي هي. ليه بقى انا عايزه بس ازود حته الزيرو فاكتور دي؟ لو فاكرين السنه اللي فاتت، مش عارفه لو حد هيفتكر الحته دي، كنت بقول لكم تو ابلاي الجزئية بتاعت الأكس غلسة والواي محترمة لازم الأكس جوه البراكت، جوه البراكت تبقى بوزيتيف، تبقاش نيجاتيف، لازم تبقى بوزيتيف. السنة دي أحيانا بيقوم مغلس في المسائل ويجيبها كده، مثلا 1 minus x power 2 plus 4 حاجة زي كده مثلا، ويقول لك find the vertex. ساعتها بقى هنقول ايه بقى؟ الواي كده كده هي هي ما فيهاش اختلاف. مش هقول بقى هنا الاكس غلسه، هقول what is the zero factor of this bracket، يعني what makes this bracket zero. So in this case what makes this bracket zero one. كنت قلت لكم الحته دي السنه اللي فاتت. تمام. طبعا السنه اللي فاتت كانت كل المسائل الاكس positive. السنة دي برضو معظم المسائل الاكس بوزيتيف، ولكن احيانا كده يقوم مرخم واعملها ماينس. عشان كده عايزه السنة دي ااكد على كلمة ايه؟ الزيرو فاكتور. فتعالوا ناخد اكزامبل على دي كده هنا على طول، اللي هي الكيس السهلة. In your notes اهي. In your notes هتعملوها لوحديكم. اوكي. او ممكن نعملها مع بعض كده كده. الناس اللي دخلت متاخر الحصه دي ريكوردد من اول ما ابتديت شرح، فهحطها برضو على الشانل على اساس لو حي لو حد عايز يتفرج عليها او ايه يشوف الجزء الاولاني اللي فاته، اللي هو it was just an introduction يعني nothing more. فدلوقتي if you can open your notes to page 12، if you can open your notes to page number 12، ادي مساله completing the square. وطبعا دي الكيس السهله اللي هي الكيس اللي مش صعبه. انا I'm going to pause the recording فاحنا هنا اهو المساله دي هنعمل question A basic completing the square. تمام. فهنا اهو اهم حاجه في المسائل بتاعتي السكوير، اول حاجه اطلع ال A وال B وال C. ال A هنا is equal to 1، قلنا بما انه ال A is equal to 1 بجيب كيس السهلة، فعلى طول هقوم عاملة bracket power 2 minus bracket power 2. وقلنا بنعمل ايه في ال value بتاعت ال B؟ ال B دايما ال B هنا عندي negative 8، اوكي؟ بنعمل ال B على 2 فهتبقى negative 4، فهقوم حاطة سوري ايه اللي انا بعمله ده؟ اوكي؟ طبعا هنا بعد ما بعمل bracket power 2 minus bracket power 2 لازم احط هنا الاكس. ال B بقى زي ما اتفقنا بناخد ال value of the B divide by 2، ف negative 8 على 2 is negative 4. فاحطها هنا واحطها هنا. هتقولي لي مس انت ليه ما حطيهاش negative؟ لانه كده كده النيجاتيف هيطير مع ال A. كده كده هتكون negative مع ال power 2. لا انا لا مش كده كده هتكون negative. لو انا حطيتها negative 4 كده كده النيجاتيف ده هيروح مع ال power 2. عشان كده انا ما بحطهاش. وبالنسبه لل C قلنا C اللي هي عندي في المساله دي negative 29، وقلنا C كده على الجنب to be ignored، مش to be ignored يعني مرمية على الجنب. دلوقتي the final answer البراكت هيفضل زي ما هو لو x minus 4 أو 2، وبعد كده من هنا لهنا هنحطها على الكالكوليتر
negative 4 زي ما هي كده يا جماعة من غير ما غير فيها حاجة. negative 4 power 2 negative minus 45. 29 هتطلع negative 45. طيب find the value of A and B. ما ينفعش أسيبها له كده وأقول له هي دي الفاينل أنسر. لازم أقول له الـ A is equal to negative 4 والـ B is equal to negative 45. لازم أكتب له أدي الـ A وأدي الـ B. تمام كده؟ ده بالنسبه للكويشن ايه بتاعي لطيف مش صعب. بي بقى انا هعملها طريقتين وكل واحد يختار الطريقه اللي تريحه. انا بس هصورها واخدها وانا هكملها هنا وخلاص. هنا بقى اللي قال لي ايه بقى hence or otherwise show that the roots. وقلنا كلمه roots يا جماعه يعني the expands. تمام or in other words the x intercepts. يعني قلت لكم برضو يعني ايه كلمه روتس لما اخذنا الديسكريمينانت اور اكس فاليوز اكس انترسبتس سوليوشنز اي كوادراتيك ايكويشن تديني وان اللي تبقى ايكوال تو زيرو. الروتس طبعا يا جماعه ده يو شيب. يعني انا بقى هنحاول نلينك والكلام ده كله خدناه السنه اللي فاتت. ده يو شيب. ده يو شيب اوبن اب علشان اكس باور 2 بوزيتيف. من هنا اقدر اجيب الفيرتكس بتاعه اللي هو بقى قلنا ايه بس ان احنا عايزين نغير الاكس غلسه ونقول the number that makes this bracket zero. The number that makes this bracket zero is 4 و negative 45. فلو انا عايز اعمل سكتشنج كده خفيف لطيف ده يو شيب اوبن اب قلنا علشان دي بوزيتيف وادي الفيرتكس بتاعه. الفيرتكس 4 و negative 45 يعني هير سموير وده مكتوب لفوق كده. كلمه روتس يعني هم دول هم خدوا بالكم بقى لان هاخد دي واروح على الوايت بورد x power 2 minus 8x minus 29 x power 2 x power 2 minus 8x minus 29 equals 0 بالضبط زي ما اتفقنا. أنا بس هرسم الرسمة دي تاني. الـ vertex طلع 4 و negative 45 طبعا this is totally not to scale وده طالع لفوق كده عشان x power 2 positive. قلنا الـ roots أو الـ solutions أين كان اسمهم هم دول. دول يا جماعة بيتجابوا في الماث بثلاث طرق. لو أنا حطيت دي كده ويريت نشتغل مع بعض على الكالكليتر على طول عملت mod 5-3 هطلعهم 4 plus 3 root 5 و 4 minus 3 root 5 انت عملتها 1 equals negative 8 equals negative 29 فدول بيطلعت كام 4 plus or minus 3 root 5 دول اللي هم دول اهم هم دول. طبعا بما انه الكالكليتر مطلع لي third فانا مش هينفع اعمل factorization. الايكويشن دي بتتحل بطريقتين. الطريقة الأولانية اللي هي بالquadratic formula plus or minus square root b power 2 minus 4ac على 2a وحسبستيوت فيها اللي هي negative 8 plus or minus هنا عندي negative 8 power 2 minus 4 times ال a times ال c على 2a. خد بالك هو في السؤال قال لك ايه بقى hence or otherwise. hence يعني use الانسر اللي احنا طلعناها. احنا طلعنا ايه x minus 4 power 2 minus 45 صح طلعنا دي. hence يعني use this to find the solutions or otherwise. يعني ايه otherwise؟ يعني لو انت مش عايز تستعمل الفورمة بتاعت completing the square استعمل الquadratic formula. تمام تعالوا نفتكر ودي برضه خدناها السنة اللي فاتت. تعالوا نفتكر how do I use completing the square to find the solutions. ما هو دي يا حبايبي يا حلوين هي دي بالظبط. هي بس مكتوبة بطريقة مختلفة. فهاخد الفورمة دي اللي احنا طلعينها equals to zero وحلها equation عادي جدا. هودي 45 الناحية التانية فهتبقى x minus 4 power 2 equals to 45 وبعد كده الباور 2 هتروح الناحيه الثانيه السكوير روت وطبعا بقى خلاص هتروح از انتوا بقى عارفين بقى الليله دي
هتروح as positive and negative root 45. صح ولا ايه؟ احنا لسه مبارح واخدين ال thirds. دي third. Let's simplify it. How do I simplify on the calculator? فهتبقى x minus 4 equals a. root 45 على الكالكوليتر هتطلع positive and negative 3 root 5. ودلوقتي طبعا اخر step ان انا هودي ال 4 الناحية التانية فهتبقى x equals 4 plus or minus 3 root 5. So الهنس معناها ايه؟ الهنس معناها use this answer to find these two زي ما عملناها دلوقتي ب completing the square. ال otherwise معناها ايه؟ معناها انه اذا انت مش عايز تستعمل الفورمة بتاعت completing the square use الquadratic formula اللي هي دي. كل واحد حر في الطريقة اللي هيستعملها اللي يطلع بيها ال solutions. Please, if you have any questions, ask before we move on to another question or actually للكيس التانية. بس هل انتوا فاكرين اي حاجة من الحاجات دي من السنة اللي فاتت؟ يعني does it ring a bell؟ ولا انتوا حاسين ان انتوا بتسمعوا الكلام ده اول مرة؟ انا حاسس بس انا فاكر شوية حاجات. انا فاكر الكيسز بس لكن ان انا استعملها بس. طيب بس at least يعني اللي هو ايه مش شوك مش صدمة بالنسبة لكم. ده اللي انا عايزاه. طيب حد عنده لا. مشكلة في السؤال ده؟ لا مش تمام. تمام. تعالوا ناخد the second case. ماما معجبة بيك قوي على فكرة يا داني. تقول لي في واحد على طول كده بيتكلم وبيرد عليك وبتاع. طب انا بس على طول بتكلم وبرد يا مس. انت احيانا واحيانا يا محمود يعني دلوقتي بقيت انا معظم الوقت من وبيتر كمان بصراحة. لا خلاص يا جماعة انا ومحمود بقينا زومل في الجيم كده كده. يا مس انا جت عليا يعني يا مس من علي جت عليك انت يا عيني علي متطور السنة دي مش يا مس ربنا يخليك اولاد بس عايزين نشد حيلنا يا جماعه والنبي عشان ايه محتاجين ننجز ونحل كتير وبتاع الاي اس برضو ايه مش لطيف قوي يعني. تعالوا ناخد كيس 2. كيس 2 اللي هي الاي نوت ايكوال تو 1. الاي نوت ايكوال تو 1 فهناخد مثلا نعمل ديفايد بكل الايكويشن بالرقم مش ديفايد ناخد كوم فاكتور ناخد كومن فاكتور. اه في فرق يا جماعه والنبي امتى ديفايد وامتى اخد كومن. عايزه بس اصل الحاجات دي بقى خلاص لازم تبقى اساسيات. لو انا كتبت لكم كده y equals 2x power 2 مثلا plus مثلا 8x minus 16 هنا مش منطق ان انا ديفايد باي 2 هيتبقى لي الناحيه الثانيه y على 2. امتى ديفايد؟ لو هي مكتوبه كومن فاكتور هتكون x سكوير بلس ايوه بالظبط. لو هي مكتوبه ايكوال 0 كده او ايكوالز ايكوال 0 ساعتها انت بقى بكل ثقه تعمل ديفايد باي 2. لكن لو هي كلها لترز بالشكل ده باخد كومن. طبعا ال2 امبورتنت كيسز بالنسبه لكيس 2 اللي هي a not equal to 1 اللي هي y equals كمان مثلا لو هي مكتوبه كده طبعا بحط اي ارقام من دماغي 7 مثلا plus 6x مثلا minus x power 2 حاجه زي كده. تمام. فلو جينا بقى هنا طلعنا في كل واحده فيهم الاي والبي والسي او سيبكم البي والسي دلوقتي خلينا في الاي. هنا الاي بكام؟ ب2 فما ينفعش اعمل bracket power 2 minus bracket power 2. لازم الاول I take a common وهنا معلش بقى عشان ايه هغلس خلي دي 7 خلي دي 7 كده. تمام. هنا what's the a؟ الاي مش 7 ولا 6. الاي الرقم اللي على شمال x power 2 فهنا الاي is negative 1 فبرضو هنا الاي is not equal to 1 فما ينفعش اعمل bracket power 2 minus bracket power 2 لازم اخد a common. اوكي. اللي بيفرق case 2 عن case 1 ان انا بعمل ستيب في الاول زياده وستيب في الاخر زياده. اوكي. طيب تعالوا كده نشوف ايه الستيب اللي في الاول اللي هنعملها. ها زي ما اتفقنا هناخد تو كومن الاول. سيبكم بقى من الواي دي يعني كانها مش موجوده بقى دلوقتي
اهي هي كده هو. انا عايز اكمبليت ذا سكوير، وهنا نفس الكلام، فين نمسح البتاع في اللاستيك، فين اهي اه نمسح دي. اول حاجه ستيب 1 هناخد 2 كوم and then I will open a bracket. عادي common عادي، وما باخدش تاني بقى. انتوا لو تاخدوا بالكم يا جماعه مش بقول لكم هناخد 2 HCF، انا باخد 2 common. How do I fill inside? I divide by 2، فدي هتبقى هنا x power 2. How do I fill inside? 7 over 2. I divide by 2. يا مس ايه ده؟ ال 7 دي مش divide by 2. ما اي مش فارقه بقى. خلاص احنا ممكن، وكنت قلتها لكم برضه في السنه اللي فاتت، ان انا ممكن اخد اي رقم في الدنيا انا عايزاه common. اوكي؟ فانا I divide by 2، فدي هتبقى هنا ايه 7 على 2 اللي هي 3.5. طبعا ال x زي ما هي، negative 16 على 2 دي هنا ايه؟ negative 8. negative 8. فدي كده الستيب الزيادة اللي في الأول. وطبعا إحنا بقى عارفين قصة اللي مش عاجبك خبيه. هكمل بقى الستيبس بتاعتي بتاعت completing the square بدون أي اختلاف، ولكن هخبي التو كأني مش شايفها، وهشتغل عادي جدا. جوه البراكت بقى الـ A is 1، الـ B is 3.5، الـ C is negative 8. اللي كنتوا بتعملوه السنة اللي فاتت غلط، ان انتوا كنتوا بتحطوا التو ستيبس مع بعض، يعني تاخدوا كومن وتعملوا كومبليتنج سكوير بالمره. لا، خلي ستيب الكومن لوحدها، وبعد كده نعمل الستيب بتاعه كومبليتنج سكوير. المره دي بقى هغير البراكت، هخليه كده مربع كبير بالشكل ده، وانا مخبيه التو كاني مش شايفاها. هعمل بقى الستيبس بتاعتي عادي على الجزئيه دي اللي هي براكت باور 2 ماينس براكت باور 2، وقلنا السي مرميه بره البراكتس بالشكل ده، وهشتغل بقى عادي completing square عادية. هنزل هنا الx، وانا الرقم اللي بيتحط هنا هو نفسه اللي بيتحط هنا، اللي هو البي الجديدة على 2. يا مسي دي decimals وبتاع، عادي بقى احنا السنة دي decimals بالنسبة لنا مفيهاش اي توتر يعني. اوكي 1.75 بقى 3.5 divide by 2 هتطلع 1.75، فهحط هنا plus 1.75، وهنا نفس الكلام 1.75. طبعا بما انه دي بلس فدي هنا بلس، التو بره هي مرميه ولا كاني شايفاها. البراكت بتاعي ظبط بس الدنيا جوه، x بلس 1.75 all squared، وقلنا من هنا لهنا على الكالكوليتر نيجاتيف 11.06. الشطاره دي أحبك والله يا بيتر، تبقى متحمس معايا كده في الحساب. طبعا هي طلع أرقام weird، طلع كده negative 177 over 16. تمام؟ فالستيب الأولانية هي الزيادة، والستيب الأخرانية هي الزيادة، اللي هي إيه بقى؟ هاخد الطول اللي بره دي هعملها times البراكت من هنا من بره وtimes دي بالظبط كده، فهتبقى 2 open bracket x plus 1.75 power 2 minus 177 over 8. برافو عليك، 177 على 8، وخلصت كده. علشان احنا بقى دلوقتي محتاجين نعرف الارقام دي كلها ايه. طبعا الكيرف ده open up، الفيرتكس بتاعه اللي هو ال 1.75 طبعا بالنيجاتيف عشان قلنا what makes this zero، ونيجاتيف 177 على 8. ايه بقى التول اللي بره دي؟ ايه الايفكت بتاعتها على الكيرف؟ التول اللي بره دي الايفكت بتاعتها ان هي بتعمل ستريتشنج للكيرف، يعني الكيرف بتاعي يا يبقى واسع كده يا يبقى ضيق. الرقم اللي بره ده، الرقم اللي بره عشان تعرفوا بس ايه الارقام اللي موجوده دي، الرقم اللي بره ده what does it do؟ It's a stretching factor. أحياناً بيبقى whole number، أحياناً بيبقى fraction على حسب. إيه تأثيره على الكيرف؟ الكيرف يا بيوسع يا بيضيق. نعمل واحدة كمان when the A is not equal to 1 اللي هي دي، وبعد كده أنتوا هتحلوا واحدة. فأنا عندي بالعدد 2 steps زيادة. الستيب الزيادة الأولانية اللي هي دي common factor، الكومن فاكتور، والستيب الزياده الاخرانيه اللي هي دي اللي هي برجع ادخلها تاني اللي هي نعمل
ليه بس اكتبها. One و four هم دول الزيادة، والباقي يا حلوين they are exactly the same. هنا مثلا طبعا أنا من أنصار إن إحنا نعمل rearranging. نكتب x power 2 plus 6x بالضبط كده. أنا من أنصار إن إحنا نعمل الجزئية دي علشان ما حدش ينسى إنه الـ A، ما حدش يقول لي يا مس الـ A هي الـ 7. طبعا هنا الـ A is negative 1. أول ما الاقي الـ A مش 1 على طول أخدها كومن. برافو عليك، تمام. فهتبقى negative 1 open bracket. طبعا النيجاتيف أسهل كومن بيتاخد في الحياة، إن إحنا بنعكس الساينس كلها. minus 6x minus 7. تمام، هتبقى x power 2 minus 6x minus 7. فأنا when I take negative common, all I do is that I change all signs. الستيب اللي وراها أحدد بقى ال A وال B وال C بتوعي بعد ما أخدت ال common. أوكي؟ طبعا ال A بقى دلوقتي هنا بقت 1، ال A هنا بقت 1، ال B negative 6 وال C negative 7. هنخلي النيجاتيف 1 زي ما هي، والبراكت اهو الستبس بقى خلاص معروفه، براكت باور 2 ماينس براكت باور 2، وقلنا السي تو بي اجنورد اون ذا سايد. الاكس باور 2 هتنزل از اكس، وبعد كده البي هتبقى اوفر 2. نيجاتيف 6 على 2 هنا، نيجاتيف 3 هنا و3 هنا، قلنا هنا مش لازم احط الماينس. ستيب 3 خلي النيجاتيف 1 بره. سامعيني يا شباب؟ بعد كده نحسب النيجاتيف 3 ولا نحسب بعد كده هنا كلها على الكالكوليتر نيجاتيف 16. برافو. وبعد كده بقى بعمل ايه؟ برجع ادخل النيجاتيف 1 جوه تاني، بس مش جوه البراكت، هنا بره البراكت. نيجاتيف براكت اكس ماينس 3 سكويرد بلس 16. برافو عليك. بلس ايه؟ 16. بس كده. هتقولوا لي يا مس طبعا من هنا الـ vertex is 3 and 16. أما الـ A النيجاتيف اللي برة دي، النيجاتيف اللي برة دي معناها إيه؟ النيجاتيف اللي برة دي معناها إن this curve is open down. This open curve down. Is open down. مس؟ نعم. يعني step 4 دي الـ final answer صح؟ Yes. Step 4 is the final answer. Step 1 و step 4 دول الـ extra اللي موجودين عندنا في case 2. اللي هو انت بتاخد كومن في الاول وبعد كده بترجع ايه بتعمله تايمز 10. ده زي لو لفت بالظبط، مفيش تغيير. ما هو اتس اكزاكتلي ذا سيم. انا بقول لكم يا جماعه، هو الاختلاف بس في استعمالات الكومبليتنج سكوير. السنه دي بنستعمله في كذا درس وبنستعمله بطرق مختلفه شويه، بس طريقه حله يعني هي ما فيهاش تغيير. تمام، خلينا دلوقتي نروح على النوتس تاني ونشوف لو في مساله. دي العادية. لا مش عايزة دي، عايزة واحدة فيها ايه. اوكي، page 30 هتعملوا لي question A لوحديكو برضو. I will pause the recording. هتعملوا question A لوحديكو، question B هنعمله مع بعض، و B برضو عملناها في الO level بس أنا هنعملها مع بعض تاني دلوقتي، بس A اعملوها لوحديكو. فأنا هpause دلوقتي. هنا هو بيقولي find the values of the constant A و B و C. هو في كذا طريقة على فكرة completing square. أنا كنت قلتها لكم برضو اللي هو أفك البراكت والكلام ده كله بتاع، بس أنا مش بحبها، أنا بستسهل الدنيا يعني. طيب هنا عندنا طبعا الـ A is 4، طبعا زي ما أنتوا شايفين since the A is equal to 4 يبقى أنا هنا مش هيتعشتغل، لازم الأول أخد A common. وعلى فكرة في برضو مدرسين أو ناس بياخدوا common في الاتنين دول، بس أنا باخد في كله بصراحة بستسهلها برضو. فهي في كذا طريقة في الحل، فأنا هاخد A كله common. هتكون x squared plus 2x plus 3 over 4. open bracket بقى مربع كده. x over 2 يا جماعة لو بناخد common أنا divide by 4 plus 8 على 4 اللي هي 2x plus 3 على 4. دي كده الأول 100 ريال extra.
الستيب الثانيه بتاعتي اللي هي بقى الستيب بتاعت completing the square. الكور هتبدا زي ما هي كده والبراكت زي ما هو، انا بقى خلاص هعملها على طول اللي هي براكت x plus 1 minus x plus 1 square كده... minus 1 square plus 3 over 4. استنى ايه، وبعد كده ايه هقوم حاطه السي بره كده على جنب. طبعا الاكس باور 2 هتنزل از اكس، البي على 2 فهنا بلس 1 وهنا 1. ستيب 3 الفور اللي بره زي ما هي، المربع براكت زي ما هو، عندنا اكس بلس 1 هول سكوير من هنا هنا كده على الكمبيوتر مره واحده. ف هتبقى negative 1 plus 3 على 4 which is negative 1 over 4. وبعد كده بقى هنعمل ايه؟ يعني الستبس اللي بالاخضر دي هي الستبس اللي هم دخلين by multiplication طبعا يعني، تمام؟ بره قبل البراكت يا ولاد مش جوه البراكت. فهتبقى 4 open bracket x plus 1 all squared minus 4 times 1 على 4 is 1. هاي هيجيب كده الإجابة النهائية. طبعا هنا قال لي find the value of A, B and C. ال A is، بدل قال لي find the value يبقى لازم أكتب له ال A is 4. 4 B is 1 و C negative 1. حكيت و C is negative 1. فدي لازم تتعمل. لازم. حد عنده مشكلة في question A؟ لا. طيب. نيجي بقى على question B. وناخدها في الوايت بورد لان this is very important this year. السكتشنج عموما، فاكرين الدرس بتاع الهارد جرافس السنه اللي فاتت اللي هو بتاع انتوا كنتوش بتحبوه؟ انا عارف ازاي، انا مش موجود، مش موجود السنه دي. ليه؟ السنه دي بقى ده الدرس الوحيد اللي بحبه. مين اللي هو بتاع هارد ماينس نيو؟ لا مش موجود. موجود السكتشنج بقى، هنرسم. sketching غير graphing. sketching يعني انت بتعمل رسمة سريعة كده. فبما ان احنا مركزين في الكوادراتكس فحنركز على الكوادراتيك كيرف. انتوا كلكم يا جماعة عارفين يعني ايه كوادراتيك كيرف، صح؟ كوادراتيك كيرف اللي هو اليو شيب ده كوادراتيك كيرف. وكلمة كوادراتكس يعني power 2، maximum power يعني is 2. هنا بيقول لك on the axis on page 27 sketch the curve with the equation كذا showing clearly the coordinates of any point where the curve crosses the coordinate axis. يعني ببساطة هو عايز ال U-shaped curve، عايز ال vertex بتاعه، عايز ال x-intercepts وعايز ال y-intercepts. حتة دي مهمة وياريت تركزوا معي فيها كويس، وأنا هشرحها في ال whiteboard. هصور بس السؤال وهقلب على الوايت بورد، اوكي؟ لانه انا هعمل واحده وانتوا هتعملوا واحده، وكده هيبقى تقريبا completing square خلص. وهنحل الهوم ورك اللي انا كنت مديه لكم امبارح اللي هو كان بقيه الامتحان بتاع جان 16. طيب تعالوا كده نشوف السؤال بتاعي ده بيقول لي ايه. طبعا انا اوريدي خلاص الايكويشن بتاعتي اللي هي 4x power 2 plus 8x plus 3 أنا already I changed it into this form اللي هو 4 open bracket x plus 1 power 2 minus 1. فده هو ده بالضبط. طيب معناه ايه برضو عشان تبقوا فاهمين؟ معناه يا جماعة ان انتوا لو فكيتوا ده هتطلع لي هي دي. يعني لو انا عملت مثلا التوينز الاول وبعد كده عملت times 4 وعملت combining هيطلع لي هو ده. انا I'm going to sketch. sketch يعني sketching سريع، يعني هنرسم x axis و y axis بالشكل ده، تمام كده؟ ومش لازم احط عليهم ارقام. دلوقتي انا I'm going to sketch a U shape. ايه what do I need when I sketch a U shape؟ I need the vertex. والفيرتكس بجيبه منين؟ من هنا. بالظبط. What's the vertex طبعا؟ negative 1 and negative 1. negative 1 بالظبط. I need to know whether this curve is open up or open down. How do I know whether it's open up or open down?
from x squared. If x power 2 is positive, that positive. Means this curve is open up. I need the roots. ولا لسه قايلة يعني إيه roots؟ Roots يعني x-intercepts. يعني هل الكيرف ده معدي على x-axis ولا لأ؟ هعرف إزاي بمود 5-3. وهسألكوا سؤال أتمنى أن حد يرد عليا فيه. فالx-intercepts بجدها إزاي؟ بعمل مود 5-3. هنحط دول كده هنا عادي. Negative half. 4, 8 و 3. طلع فعلا عندي. ونيجاتيف 3 على طول. تمام برافو عليك يا حبيبي. فأنا هنا طلع لي الاكس انترسبتس الأولانية نيجاتيف هاف والتانية نيجاتيف 3 على 2. ومحتاجة كمان الواي انترسبت. الواي انترسبت يعني الكيرف ده معدي على الواي اكسس فين؟ الواي انترسبت يا جماعة يعني I'm going to substitute هنا x equals 0. خليني أفكركم برضو. X intercepts يعني Y equals 0. Y intercepts يعني X equals 0. فهو محط هنا X بزيرو. وهنا X بزيرو. هيتبقى لي طبعا كام؟ بثري. فالY intercept is equal to 3. معناها أن الكيرف ده معدي على الY axis في 3. يبقى تاني. علشان أسكتش U shape. محتاجة الvertex. والفيرتكس بجيبه من الفورمة دي من completing the square. محتاجة أعرف هو up or down. بعرفها منين؟ بعرفها من x power 2. If x power 2 is positive then this is open up. If x power 2 is negative then this is open down. ال x intercepts أسهل طريقة في الحياة أجيب بيها ال x intercepts mod 5-3. طلعوا لي ال y intercepts يعني y intercept يعني where does the curve cross the y-axis? The curve crosses the y-axis. عملت هنا الx بزيرو فده راح وده راح اتبقى لي 3. هسأل سؤال وأتمنى حد يرد علي. أخذنا درس إيه أقدر أعرف بيه الكيرف بتاعي عنده x-intercepts ولا لأ؟ السنة دي. أخذنا درس كده من الأسبوع اللي فات. Differentiation؟ لا. أقدر أعرف بي this curve has x intercepts or not. واحد بس والنبي يرد علي. الفاكتور ثيرم. لا مش الفاكتور ثيرم. بعد الفاكتور ثيرم. وحطيته على اليوتيوب. وحلينا عليه مسائل الألجبرا. الديسكريمينانت. مش اي حد فاكر ان احنا خدنا الدرس كده الديسكريمينانت اللي هو كان b power 2 minus 4 ac فاكرينها دي؟ اللي هو لو ال b power 2 minus 4 ac greater than 0 يبقى الكيرف ده عنده 2 roots ولو equal to 0 يبقى عنده 1 root ولو less than zero يبقى it doesn't have any roots. فلو أنا جيت هنا هنا عندي ال b 8 وال a وال c هنا هم 4 و 3 والنبي يا جماعة لو أي حد ناسي أي درس الديسكريمينانت موجود على اليوتيوب اتفرجوا عليه. فدي هنا هتبقى 8 squared يعني لو أنا عملت substitution عادي بقى في دي هتبقى 8 squared minus 4 times ال a times ال c. فلما أجي أحسبها minus 4 times 4 times 3 هتطلع 16. positive 16. فلما بيطلع لي positive معناها ان هو فيه 2 roots. Please اتفرجوا تاني على الفيديو بتاع الديسكريمينانت والمسائل بتاعته. ارجوك لان ده درس احنا شرحناه وحلنا عليه. المهم نرجع للمسألة بتاعتي. انا بقى دلوقتي I'm going to sketch. هنحط ال vertex negative 1 و negative 1 يعني هنا كده في حتة. somewhere here. طبعا لازم بقى ايه نحط الارقام كده. يعني زي ما انا بعمل بالظبط ده اللي هنتحاسب عليه. الx intercepts عند ايه اللي انا عامله ده؟ ايه ده؟ negative 1 و negative 1 يعني هنقول مثلا دي هنا negative 1 ودي هنا مثلا negative 1. حطينا الvertex اهو ده الاخضر ده
وبعدين عندنا الاكس انترسبتس اللي هم النيجاتيف هاف يعني هنا مثلا، والثانيه اللي هي نيجاتيف 3 على 2 يعني هنا، والواي انترسبت اللي هي ال3. وبعد كده بقى بقوم رسم عادي جدا يو شيب اوبن اب، لازم يعدي على النيجاتيف هاف وال3، والناحيه الثانيه معدي على النيجاتيف 3 على 2، لان هم دول الاكس انترسبتس بتوعي. بليز لو حد عنده سؤال، علشان انتوا هتعملوا واحده لوحديكم سكتشنج. ها طيب تمام، نروح على النوتس. انتوا فاكرين الاسكريمنت ولا ايه؟ لا لا دي هتحلينا دي. اهي يلا page 27 حلو question A و B، A و B بس، A و B. سمعيني يا جماعة ولا ايه؟ سمعيني. الباقية طيب يلا page 27 A و B please. انا I'll pause the recording برضو. طيب هنا بيقول لي اهو express f of x in the form of مش عارفه مين، يعني دي كده مساله completing square، وهنا دي مساله سهله is equal to 1. So as you can see انا I'm allowed to do the brackets for 2 minus bracket for 2 thing. طبعا هنا على طول، وبعد كده ال b على 2، فهنا negative 3 هنا و 3 هنا غير minus، وقلنا plus 18 b put on the side. وبعد كده بقى بنعمل ايه؟ بجيب الاجابه النهائيه من هنا من هنا على الكاليكليتر، هتطلع كام؟ نيجاتيف 9 بلس 18 بوزيتيف 9 صح؟ بوزيتيف 9. فخلاص كده هنا هنا قال لي where a and b are integers. Integers يعني whole numbers. وهنا ما قاليش find the value of a and b، فانا هسيبها له كده. هنا بقى قال لي the curve C with equation f of x equals to 0، يعني ده كده equals 0، يعني دي كده equals 0. أي quadratic equation يا جماعة لازم تبقى equals 0 علشان أعرف أطلع ال x intercepts والهري ده كله وبتاع. قال لك in the space provided sketch C showing the coordinates of P and Q. هو بيقول لك أهو the curve meets the y axis at P. بدل قال لي needs the y-axis at P، يبقى هو عايز ال y-intercept، وقال لك it has a minimum point at Q. تعالوا كده نشوف ما هو برضو احنا ايه، لازم برضو يبقى عندنا بقى شوية ذكاء وبقى السنة دي. تعالوا كده let's brainstorm and discuss this curve together. ده طبعا U-shape، وبما انه ال x power 2 يبقى اهو ده U-shape اهو، ده quadratic curve. قلنا ما هي مش عارفه اقولها ازاي، يعني what are the things that you need to sketch a U shape. اوكي okay؟ اولا عايزين نعرف اعرف منين، من x power 2، x power 2 positive بدا. تاني حاجه عايزين نعرف الفيرتكس قلنا بجيبه من هنا على طول، وقلنا عايزين نبطل حته الاكس غلسه دي، عايزين نشوف what makes this zero. What makes this zero 3، وطبعا الواي هي هي اهو، ادي الفيرتكس بتاعي. طيب سؤال بقى، تعالوا نجيب الواي انترسبت الاول. طبعا انتوا عارفين يا جماعه الواي انترسبت بيجيب ازاي؟ تجيب اكس اي. نعم هي موجوده اوريدي اللي هي 18، مش 18 دي سي؟ ايوه بالظبط، ما كنت لسه هقول لك من هنا بقى يعني ده 0 وده 0، فالواي انترسبت هتطلع ب 18 على طول. انا نفسي تلقطوا دماغي الاكس انترسبت، احنا اتفقنا بنجيبها بطريقتين، قصدي الطريقه الاساسيه السهله اللي هي ملتي 3. تعالوا كده هنا نعمل ملتي 3. طلع اي نلينك الدنيا مع بعض، مود 5 3 اشتغل مع بعض والنبي. هطلع اي ايكوز نيجاتيف 6 ايكوز 18 بالظبط، مطلعه اي، معناها انه there are no x intercepts، يعني الكيرف ده مش معدي على الاكس اكسس. Let's link والفيرتكس، تعالوا نعمل لينك مع الفيرتكس. ما هو الفيرتكس يا اولاد in the first quadrant، ما 390 هنا somewhere وده باصص لفوق، ففي كل الاحوال
مش هيعدي على الاكس اكسس. يبقى انا عملت مود 5-3 طلع لي اي سو نو اكس انترسبتس لينكينج ذس تو ذا فيرتكس. ذا فيرتكس ان ذا فيرست كوادرنت اند ذا كيرف از اوبن اب سو ذير ار نو اكس انترسبتس لينكينج ذس تو ذا ديسكريمينانت اللي ان شاء الله انتوا هتذاكروه عشان احنا شرحناه في الدرس اللي فات. هو الفيديو بتاعه موجود على اليوتيوب. الديسكريمينانت اللي هي بي سكويرد ماينس 4AC. تعالوا نسبستيتوت اللي هي البي باور 2 اللي عندي عادي، فهتبقى نيجاتيف 6 باور 2 ماينس 4 تايمز الاي اللي هي ب 1 تايمز السي اللي هي ب 18 ونحسبها على الكالكوليتر. اوكي فهتبقى 36 ماينس 4 تايمز 1 تايمز 18 طلعت نيجاتيف. لو فاكرين لما شرحنا when the discriminant is negative ده معناه انه الكيرف ده has no roots no x intercepts. تمام فاحنا بس هنحاول نلم الدنيا مع بعض. نيجي بقى دلوقتي نسكتش، هصورها برضو واروح على الوايت بورد عشان الدنيا عندي زحمه. فاهمين يا جماعه انا بقول ايه ولا يا مستر؟ تمام اوكي نيجي بقى نروح على الوايت بورد ونرسم سكتشنج. طبعا هو في الامتحانات بيبقى مديني الاكس اكسس مرسوم والواي اكسس مرسوم والكلام ده كله. اوكي انا بس ببقى محتاجه احط عليه الحاجات اللي هو طالبها، ومينلي الحاجات اللي هو طالبها بتبقى الفيرتكس اللي هو احنا لسه مطلعينه دلوقتي اللي هو كام وكام 3 و 9 3 و 9. فلازم بقى لازم اعمل كده اللي عامله دي، بصوا يعني لازم اعمل كده واحط هنا 3 ولازم اعمل اللي احط كده هنا 9. يعني العامله دي لازم يوه ايه اللي عملته ده، احط الناين مثلا ايه هنا كده somewhere. لازم الارقام دي تتحط. وعايز هو قال لك بي هاز ذا مينيمم بوينت، هي دي المينيمم بوينت، والكيو انترسبت الواي انترسبت، الواي انترسبت ب 18 لازم احطها كده لازم. ولما اجي ارسم بقى اليو شيب طبعا دي هنا كده ولازم الناحيه الثانيه تعدي على ال 18، فده كده اليو شيب بتاعي. معايا يا اولاد؟ تمام. It's not that bad صح؟ تمام خالص. طيب هنحل بقى هنا على الصفحة دي question C بالمرة عشان يبقى خلصنا السؤال ده، لأن question C ده يعتبر algebra ما يعتبرش حاجة جديدة. هنا بقى بيقول لي إيه بقى في question C ده؟ بيقول لي there is a line. بس أنا ممكن أعمل حاجة، أنا بس الرسمة دي مش عاجباني، أنا هعمل حاجة بس عشان الدوشة، هنزلها تحت كده، هنزلها ده هنا كده وهنطلع ده هنا كده. اوكي ونحط الفيرتكس بتاعنا اللي هو 3 و9 وده كده اهو ده اليو شيب بتاعي. ما بعرفش عندي مشكله مع الرسم حتى وانا في المدرسه. يعني انا مشكلتي في الحياه ان انا خطي وحش ورسمي وحش. تمام اهو مثل ده اليو شيب بتاعي. خط عينه بقى ايه؟ لا علي، لا علي نقش فراخ. معلش انا بس مو بيتر برضه خط وحش والله جت على معلش انا بيتر. لا انت مالكش زي لا الدرجه دي والله. علي علي عالمي. طيب هنا بقى بيقول لي the line y equals 41 الكيرف ده اسمه سي. هو قال لك الكيرف ده is curve C والبوينت دي اسمها بوينت P والبوينت دي اسمها بوينت Q والكيرف ده اسمه C. قال لك the line y equals 41. طبعا انتوا اكيد فاكرين ان اللاين ده هوريزونتال صح؟ ده هوريزونتال لاين، ففي لاين عندي اسمه y equals 41 اهو هنقوم رسمين على الرسمه بتاعتي. اوكي ده y equals 41. The line meets C at تصوروا بقى انا ما خدتش بالي في حته فوق في السؤال مكتوبه كويس، انا خدت بالي مكتوب دي كده جنب الايكويشن فوق صح؟ X is شايفينها يا جماعه موجوده جنب السؤال فوق، خدتوا بالكم منها؟ ايه ده X is greater than equal to 0. وهنا بيقول لك the curve with equation كذا where X greater than equal to 0 معناها ان انا الحته دي مش عايزاها.
الحتة دي همسحها، يعني أنا محتاجة من الكيرف only this part. كويس أنا خدت بالي، شفتهاش خالص. شفتوا الكونديشن ده؟ الكونديشن ده مكتوب فوق. ده قلب الكيرف، ده قلب الكيرف. لا ما قلبوش ولا حاجة، أنت بس هتمسح الحتة الزيادة، بس هتمسح ده اللي هي الحتة اللي في النيجاتيف بارت. ما عملتهاش أصلاً. آه اللي هي اللي في النيجاتيف، أنت ما عملتهاش، لقطت يعني إنه الحتة دي موجودة؟ لا ده بس ما كانش عندي مساحه كفايه ان انا ارسمها. طيب خدتوا بالكم يا جماعه الكونديشن ده موجود فوق في السؤال، الكونديشن ده موجود فوق في السؤال، فانا لما اجي اعمل سكتشنج I only sketch starting from x equal 0 and in the positive direction only. فالحته الزياده دي هنمسحها، معلش ما خدتش بالي منها دي. طيب عشان كده بقى قال لي ايه اللاين اللي هو y equals 41 ده meets the curve at point R. Find the x coordinate of R. هو عايز the x coordinate of R. بس قبل ما اقلب على الحل بتاع دي، اخدتوا بالكم يا جماعة بس من الجزئية دي؟ انا already عندي ال equation بتاعت ال curve اهي. او ممكن بس حد ينقلني ال completing square بتاعتها كانت ايه؟ كانت y كانت كام؟ x minus 3 all squared plus 9. طبعا على فكرة هي دي بتبقى أسهل في الاستعمال. فكركوا بقى how will I find، طبعا point R دي has an x and an y، طبعا ال y بتاعتها معروف بكام؟ ب 41. هو بقى عايز ال x بتاعتها. 41 أجيب ال x. استنى يا بيت يا حبيبي لحظة واحدة عشان بس الناس تركز معايا. انا عارفه يا حبيبي، انا بس انا مش مش يعني عشان بس ما انتوا مركزين. طب يا جدعان معايا؟ ايه مس ايوه تمام اوكي. طيب فهو هنا قال لي find the coordinate of point r، انا اوريدي عندي الواي بتاعتها، هجيب بقى الاكس ازاي؟ ها قول يا بيتر how will I find the x. هنبدل الواي بالايه؟ بال 41. بس بالظبط كده هبدل الواي بال 41. وخدوا بالكم ان هو حاطط لي كونديشن ان الاكس جريتر ذان اور ايكوال تو 0. طيب هحلها بقى عادي، عشان كده بقول لكم دي مساله الجبرا عادي. بلس 9 اللي احنا بقى عايزين نتعود عليه يا جماعه ان احنا ممكن نستعمل المسائل اللي هي فيها كومبليتنج سكوير احل بيها عادي، مش لازم بقى تتفك. يعني هنا ما حدش يقول لي مثلا نفك براكت، لا مش هنفك براكت، هودي ال 9 الناحيه الثانيه بالماينس، فهتبقى 41 minus 9 وهعمل الراحة النفسية 32. بالمرة هتبقى x minus 3 all squared equals to 32. هودي في step 4 الباور 2 الناحية التانية هتروح as root، طبعا هتروح as positive and negative root 32. احنا already الحصة اللي فاتت اخدنا root 2، ده simplest form بتاعها. اه simplest form بتاعتها 4. تمام فستيب 5 هيبقى عندي هنا x minus 3 equals positive and negative 4 root 2. فالx coordinates الاثنين هيبقوا 3 plus or minus 4 root 2. ولكن ما ينفعش تكون negative. بالضبط كده، مش هينفع تكون negative لسببين. السبب الاولاني انه انا already فكست الحتة النيجاتيف بتاعت الكيرف، والسبب الثاني ان هو مديني كونديشن قايل لي x greater than equal to 0، فهقول له the only answer is x plus 4 root 2. بس كده. ها if you have any questions please ask. هو انا عملت ريكوردينج ثاني؟ اه مس انتي اه في ريكوردينج ثاني. تمام any questions يا جماعه in completing the square؟ نو. طب والباقي؟ لا مس تمام. تمام طبعا هي كده كده دي معمل لها ريكوردينج والدنيا لطيفه يعني. الباقي يا جدعان تمام. طيب تحبوا ان احنا نكمل بقيه الامتحان اللي هو عملناه المره اللي فاتت، ولا نحله مع بعض في المدرسة زي ما انتوا عايزين؟ انا ما عنديش حاجة، انا فاضي بس انا بصراحة بس لازم اروح الجيم.
مدرسة. طب استنى اعمل بوز. خلينا